باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. تكلمنا بالأمس عن البركة الرسولية، والنهاردة عايزين نكمل كلامنا في البركة الرسولية. أبونا دايما لما بيخلص القداس يقول محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، شركة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. وبهذه البركة يصرف الشعب بعد أن تناولوا وبعد أن جلسوا مع المسيح ساعات طويلة. الكلام ده نلاقيه في القداس الغريغوري تحت عنوان إي أغابي تو ثيو باتروس كإي خارستو مونو جانيس إيسو إخريستو كإي كانونيا كإي ذورا انت بث مونو جانيس انشيري، يعني محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، وبعدين يقول شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. والكلام ده بنقوله كمان في لحن اسمه الفضائل الاثنى عشر التي تقال للأباء البطاركة والمطارنة والأساقفة. يبقى احنا اتكلمنا عن شركة الروح القدس، عايزين نتكلم عن موهبة وعطية الروح القدس. الكتاب المقدس يتكلم على ان المواهب اللي موجودة في الكنيسة دي من انتاج الروح القدس، من صناعة الروح القدس. في عبرانيين اصح 2 عدد 4 بيتكلم الرسول بولس عن الاباء الرسل فيقول شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب ارادته. ما دام قلت لنا مواهب الروح القدس يبقى اشرح لنا بالتفصيل. يقول لك بلاش اشرح في العبرانيين لانها رساله لاهوتيه تخص الكريستولوجي. ارجع لما كتبت لك في رسالتي الاولى الى اهل كورنثوس اصح 12 من 1 ل 31. يقول أما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، يعني المواهب متعددة لكن المصدر واحد، لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة، فأنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، والآخر إيمان بالروح الواحد. دي ثلاث مواهب نقدر نعتبرهم نوع اللي هو داخلين في مواهب التعليم. يبقى موهبة التعليم والوعظ والتفسير والإرشاد تفوق ما دونها من مواهب اللي جاية بعد كده، اللي سميت مواهب شفاء بالروح الواحد، عمل قوات، والآخر نبوة، والآخر تمييز أرواح. يبقى هنا حتى الشفاء وعمل القوات والنبوة وتمييز الأرواح، يعني واحد ممكن أي روح يزرع في حقله ما يريده، لكن واحد تاني يميز الأرواح. وهنا الرسول بولس بيقول في العبرانيين امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. يبقى موهبة التعليم كانت أول موهبة، كلام حكمة، كلام علم، إيمان، وبعد كده شفاء، عمل قوات، نبوة، وبعد كده المواهب الروحية اللي تتعامل فيها مع أرواح شريرة وغير شريرة تمييز أرواح. بعد كده في مواهب استخدمتها الكنيسة في وقت كانت محتاجة إليها لكن ما استخدمتش على طول، أنواع ألسنة وترجمة ألسنة. وبعد كده يقول لك لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، يعني ده كله ده مصدر واحد اللي هو الروح القدس، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء.
وبعدين يقول لنا الرسول بولس جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريق أفضل من ده كله. الله في أفضل من عمل القوات، في أفضل من تمييز الأرواح، في أفضل من التكلم بالألسنة. أنا هوريكم طريق أفضل من ده كله، المحبة. يبقى كان الكلام ده عبارة عن مقدمة في أصحاح 12 من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس قبل ما يدخل في أصحاح المحبة أصحاح 13. وطبعا أصحاح المحبة قال إن المحبة تفوق كل هذا، فإن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت مثل نحاس يطن ومثل صنج يرن. رب المجد لما جه يرسل تلاميذه بعتهم فاضيين من الفلوس ومن العملة الورقية ومن دفتر الشيكات، لكن حط في جيبهم حاجة تانية. قال لهم روحوا اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين. أنا يعجبني كلمة جميلة جدا قالها القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة لتلاميذه. قال له عايزين نوصل لليوم وللوضع اللي فيه نقدر نعمل آيات ومعجزات. قال لهم ما تطلبوش هذه الأمور الفائقة، لأن كثيرين من الذين يقفون برا الباب خارج الباب ويقولوا افتح لنا، هم دول اللي قالوا باسمك صنعنا قوات، باسمك أخرجت شياطين، أخرجنا شياطين، علمت في شوارعنا، أكلت في منازلنا. يقول لهم لا أعرفكم، من أين أنتم؟ اذهبوا. فقال لهم ما تطلبوش دي لأن دي ممكن تكون ليها دينونة، وما نطلب إيه؟ قال لهم اطلبوا حاجة أحسن من كده. لو حولتم الكسول نشيطا تكونون قد شفيتم المفلوج، لو جعلتم من البخيل كريما تكونون قد أبرأتم صاحب اليد اليابسة، لو أطلقتم ألسنة الناس في التسبيح والصلوات تكونون قد أطلقتم لسان الأخرس، لو أنرتم طريق المسيح أمام الناس تكونون قد أبرأتم أعين العميان، لو أنكم أرجعتم الخاطي تكونون قد أقمتم الميت. أدي معجزات، أدي معجزات أكتر وأكتر. يعجبني مقولة لأحد الآباء، قال المسيح لما وقف قدام المرأة السامرية قال 98 كلمة عشان يقوم المرأة السامرية، في حين لما وقف قدام ابنة ييروس ست تانية زي المرة السامرية قال لها يا صبية قومي كلمتين. قامت البنت بكلمتين وقامت الست دي ب98. إقامة الإنسان من الخطية أصعب من إقامة الميت من الموت، لأن الميت لو جاله أوردر أن يقوم من الموت ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يقول أنا عاجبني كده أنا مش هقوم، لكن هيقوم، لازم يقوم. لكن الخاطي لما يجيله صوت ربنا يطلب منه أن يعود بعد بعيدا عن خطاياه، في ايديه انه يرفض صوت ربنا، عشان كده قال والذين يسمعون يحيون. هنا في مواهب في الكنيسة، المواهب دي موجودة في الكنيسة مش موجودة برا الكنيسة. عمركم سمعتوا عن مكان تاني ممكن يطلع ارواح نجسة من اجسام الناس الا الكنيسة؟ الكنيسة هي التي تخرج الشياطين. في مرقس 16 عدد 17 و18 بيقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين. طبعا الآباء الكهنة من طائفة المؤمنين، فهم اللي بيمثلوا وبيقوموا بهذا الدور، يخرجون شياطين باسم، يتكلمون بألسنة جديدة،
يحملون حيات وإن شربوا سما مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. مواهب الروح القدس اللي احنا قرناها في مواهب للتعليم زي كلام حكمة، كلام علم، السنة جديدة، ترجمة السنة، وعظ، والوعظ في العهد الجديد هو النبوة في العهد القديم. في مواهب للشفاء، اشفوا مرضى، طهروا برص، ان شربوا سما مميتا لا يضرهم، يضعون ايديهم على مرضى فيبرؤون، يحملون حيات. في مواهب عمل قوات خارقة زي إقامة الموتى، إخراج الشياطين، تمييز الأرواح، الإيمان، موهبة التدبير في الكنيسة. دي برضو محتاج، يعني ممكن واحد يكونش عنده موهبة الوعظ والكلام لكن يرتب أمور الكنيسة بحيث إن هي تبقى مستقرة. يبقى كل موهبة من هذه المواهب تعمل لصالح المجموع، يبقى دي موهبة الروح القدس. برضو يا معلمنا يا بولس الرسول انت شرحت لنا في نهاية هذا الأصحاح عن المواهب، في كلام عندك تاني عن عمل الروح القدس؟ في كورنثوس الأولى 12:28 يقول لك وضع الله في الكنيسة أولا رسلا ثم أنبياء ثم معلمين. ده مش ماشي حسب التدرج والترتيب التاريخي، الأنبياء قبل الرسل، الأنبياء اللي هم الوعاظ والرسل اللي هم اللي أسسوا الكنيسة والمعلمين اللي هم مرشدوا الناس ثم قوات. ده بعد ده كله، بعد موهبة التعليم تيجي موهبة القوات، الناس بتبهر بالقوات، الناس بتبهر للي يقولها على حاجات محدش يعرفها غيرهم، الناس بتبهر لما واحد يخف عن طريق واحد لكن لا تبهر بالتعليم. فالتعليم والوعظ والتنبؤ أي التعليم أيضا ده عمل من أعمال الروح القدس وإحدى موهبه. ويقول لك وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوان يعني مساعدين، تدابير يعني الترتيب أو الإدارة، احنا نسميها دلوقتي فن الإدارة أو علم الإدارة، وأنواع ألسنة كنا محتاجينها طبعا للتبشير بين الأمم. يتساءل الرسول بولس ويقول ألعل الجميع رسلا؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمين؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ جدوا للمواهب الحسنى، ولكن الأفضل اللي هوره لكم المحبة أكتر من الكل. يبقى احنا تكلمنا عن موهبة الروح القدس ودي عطية الروح القدس. في يوحنا 16 من عدد 13 لعدد 15 شوف ربنا بيقررنا الروح القدس هيعمل فينا وبينا ايه، ماذا سيفعل بنا وماذا سيفعل بنا. يقول أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يخلي عينك تشوف ما لا يرى، ما لا تراه أعين الآخرين، ذاك يمجدني، يأخذ مما لي ويخبركم كل ما للآب هو لي. لهذا قلت يأخذ مما لي ويخبركم. ومرة تانية من عدد 8 لعدد 11 بيقول لهم خير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، إن ذهبت أرسله إليكم. متى جاء ذاك؟ مش بس هيديك المواهب الخارقة للطبيعة الفوق الطبيعة، لكن متى جاء ذاك فهو يبكت العالم داخل سخنة هو على بر وعلى دينونة وعلى تعفف. يبكت العالم على خطية لأنهم لا يؤمنون بي، على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني، أما عن دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. يبقى نقدر نقول أن الروح القدس بيشتغل في الكنيسة
ويغترف من خزانة الصليب ويقدم للكنيسة. دي شركة ومواهب وعطية الروح القدس اللي اتكلمنا فيها من امبارح والنهاردة. في حاجة جميلة جدا جدا، ده انت اللي تطلبها من يد الروح القدس، ما تطلبش المواهب، لانك هتدان ان خدتها واستخدمتها غلط او خدتها ما استخدمتهاش، وقد تدين حتى لو استخدمتها وتقول باسمك يا رب صنعنا قوات فيقول لك لا اعرفك. لكن في حاجة تطلبها من الروح القدس لان دي هتأدي دور كبير جدا معاك. مكتوبة في اصحاح 5:22 من رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل غلاطيا، ثمار الروح القدس. يقول اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. ياريت تعد وراي، ادي تلاتة، طول اناه، ادي اربعة، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ادي 9 حاجات الروح القدس اللي جواك لما يتفاعل معاك يثمر هذه 9. طب اش معنى 9 دول؟ ثمار الروحية 3 الاولى، انا احتاج هذه الثمار 3 من يد الروح القدس لاجل نفسي، واخذها من الروح القدس لاجل ان تعمل فيا، اللي هي المحبة، الفرح، السلام. المحبة، الفرح، السلام، حط معهم الحكمة. التلاتة دول محدش يقدر يديهم لك ولا انت تقدر تاخدهم، بناء على جهادات متنوعة. دول لازم ينسكبوا فيك بالروح القدس المعطى لنا كما قال الرسول بولس. دول ما تقدرش تشتريهم من وول مارت، دول لازم تاخدهم من المسيح. ولما المسيح يحب يبعتهم لك، ما يبعتهم لكش ليك عن طريق واحد، تاخدهم منه شخصيا، ومحدش غير المسيح يقدر يملى قلبك سلام. العالم يقدر يضحكك، تشوف منظر تقعد تضحك من اجل المنظر، لكن ما يقدرش يسعدك، ما يقدرش يفرحك، ما يقدرش يملاك سلام، ده عمل ربنا بس. طيب القسم الثاني، ده القسم الاول اللي يضم الثمار الروحية 3 الاولى التي احتاجها الى نفسي، واخذها من الروح القدس كعلاقة تربط الانسان بنفسه، المحبة، الفرح، السلام. الثلاثة التانيين في القسم الثاني، ثمار الروح القدس الثلاثة التي يحتاجها الإنسان ليأخذها من الروح القدس كي يتعامل بها الإنسان مع أخيه الإنسان. طيب محبة، فرح، سلام، دول بتوعي أنا، طول أنا، لطف، صلاح، التلاتة دول أخذهم من الروح القدس كي أتعامل أنا كإنسان مع الإنسان. اللي هم طول أنا اللي هي الصبر، الصبر اداله الكتاب المقدس مفهوم جميل اسمه طول الأناة، التأني. أصل الصبر كلمة تأني بس، لكن طول الأناة يعني صبر في صبر زائد صبر، مش ناقص صبر، الصبر. ده القديسين كانوا بيصبروا على الأشرار لما طلعوا منهم جبابرة بأس. واحد زي موسى الأسود يخبط على الأنبا إيسيدوروس قس القلالي 11 مرة في اليوم ويقول له حرب، انقذني، الشيطان مش سيبني، يطلب من ربنا أن ربنا يشيل منه على هذه التجربة. طول الأناه اللي موجودة عند الأنبا إيسيدوروس استفاد منها الأنبا موسى الأسود، وبعد كده طلع لنا قديس
يذكر اسم القديس موسى الأسود في المجمع، مجمع القديسين في القداس، واسم يسوزوروس يمكن يكون مذكور في الأسماء التي تقال أو لا تقال. يعني ده اللي خرج، ده يمكن مش مذكور ولا معروف زي موسى الأسود العظيم طول الأناء. لطف، لطف يعني كلام رقيق، ده الكلام اللطيف اللي كسب به المسيح المرأة السامرية. قالت له ليس لي زوج، وهي يعني متأكدة من اللي بتقوله. كان ممكن يقول لها على مين؟ علي أنا برضو؟ طب قول الكلام ده لحد التاني ما يكونش عارفك، ده أنا خبزك وعجنك. لا طبعا ما طلعش منه الكلام الوحش ده اللي أنا بقوله، لكن طلع منه كلام لطيف قوي خلى المرأة تنهزم قدامه. عشان كده أحيانا أن الضعف يكون أقوى من قوة القوة. فطول أناه لطف. صلاح، صلاح معناها إيه؟ أنك ما تعملش السيئات، يبقى خليك مع الناس طويل الأناه، خليك مع الناس لطيف، دور أنك تعمل صلاح لكل إنسان حتى ولو لم يكن هذا الإنسان يستحق. عشان كده دور على احتياجه لا على استحقاقه. هو ربنا بيعاملنا مش على مستوى الاستحقاق، قد رمى أننا محتاج للطف ربنا ولنعمة ربنا. فده القسم الثاني يتعامل بها الإنسان في حدود ومدى العلاقات البشرية والارتباط الإنساني بين الإنسان وأخيه الإنسان. طول الأناة، اللطف، الصلاح. يبقى الثلاثة الأولى بتوعي، الثلاثة التانيين بتوعك، الثلاثة التالتين بتوع ربنا، اللي هم إيه بقى؟ إيمان، وداعة، تعفف. دول اللي ربنا بيطلب ياخدهم منك. بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. من غير الإيمان ما تقدرش ترضي ربنا. يبقى أول نعمة تطلبها من الروح القدس الإيمان، وتقول له ثبت الإيمان، زد إيماني، أعني يا رب عدم إيماني. أنا عندي رصيد في الإيمان بدأ ينضب ويقل. فده الإيمان، تتعامل مع ربنا بالإيمان. عشان كده معلمنا بولس الرسول في عبرانيين أصح 11 عدد 1، بالإيمان نفهم أن العالمين قد اتقنت بكلمة الله حتى أنه تكون ما لم يكن. وأنا كنت مع ربنا لما ربنا خلق العالم، لكن أنا لما شايف الخلقة دي كلها أقول وراء هذا الكون الشاسع الواسع توجد أصابع إله عظيم. فأنا بقدم الإيمان لما بشوف نتيجة العمل بتاع ربنا. طب إيه رأيك أنا شفت الجبال والأنهار والبحار، شفت السهول، شفت المرتفعات، أمنت بالخالق بس ما شفتش الأبدية. اللي عمل ده هو اللي قال لي على التاني، عشان كده كما أمنت في هذا لابد أن أؤمن بالتاني. ففي إيمان، وبعد كده وداعة، اللي يتعامل مع ربنا بكبرياء ربنا يسيب القعدة ويقوم، لأن ربنا يقاوم المستكبرين ولا يتعامل إلا مع المتواضعين. العذراء مريم قالت إيه؟ قالت لأنه نظر إلى اتضاع أمته، نظروا لوداعتي. الحاجة اللي جذبت ربنا للعذراء مريم وداعة مريم، طهر مريم، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. وعشان كده عندما تكلمت عن الودعاء والمتكبرين قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. وعشان كده الكتاب المقدس يقول أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. والحاجة التالتة اللي ربنا اتكلم عنها اللي هي التعفف،
والتعفف لا يأتي بالتأفف ولكن يأتي بالإحساس بالشبع. لما يكون واحد شبعان في عالم البشر يأكل تاني، لكن في عالم تاني غير عالم البشر استحالة يمد بقه للأكل ويأكل تاني مادام شبعان. يبقى عشان كده العفة أحيانا نتعلمها بعيدا عن عالمنا. ودي بتيجي منين؟ بتيجي نتيجة الشبع. النفس الشبعانة تدوس العسل. أحد الآباء القديسين قال للمسيح: اختار أما بكرا لم تلد قبله، واختار أيضا حمارا بكرا لم يركب عليه أحد من قبل، ودفن في قبر بكر لم يدفن فيه أحد من قبل. لذلك حسنا قال الكتاب المقدس: ما أحسن الجيل العفيف. ربما يظن المتزوجون أن العفة خاصة بالمتبتلين بس، لكن هو عوفي منها. لا، ده الكتاب المقدس قال: ليكن الذين يستخدمون العالم كأنهم لا يستخدمونه، الذين لهم نساء كأن لهم. أحتاج أن أقرأ إليك يا عزيزي المستمع ثمار الروح القدس، لأن دي أنت تدان لو ما كانتش فيك. أما مواهب الروح القدس أنت تبقى عتقت من مسؤولية حاجات كتيرة جدا لو أنها ترفعت عنك أو ما بقتش فيك. لا تطلب مواهب الروح القدس قدر ما تطلب ثمار الروح القدس. تلاتة بتوعك، وتلاتة بتوع غيرك، وتلاتة بتوع ربنا. التلاتة اللي بتوعك: المحبة، الفرح، السلام. املى يا رب قلبي بالمحبة عشان اقدر اقدم اعمال محبة. املى يا رب قلبي بالفرح علشان الشيطان ما يصيبنيش بالكدر والحزن والاكتئاب. املأ يا رب قلبي بالسلام فلا اخاف لا من النهاردة ولا من بكرة ولا من فلان ولا من شيطان. دول محبة، فرح، سلام، التلاتة دول بخطهم من الروح القدس لي. طول انا، لطف، صلاح، التلاتة دول بتوعك انت يا اخي الذي تحيا معي. اتعامل معك بطول انا لو كنت انت متعب، وأكلمك بلطف لو كنت أنت فظ، وأتعامل معاك بالصلاح لو كنت أنت شرير. إحنا نطالب أن إحنا نكون أنوار في ظلمة هذا العالم. وبعد كده التلاتة الأخرانيين: إيمان، ده بتاعي أنا وربنا. وداعة، لما أقف قدام ربنا أبقى منكسر القلب، وديع النفس، وأيضا تعفف. يقول الرسول بولس: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. هنا أتساءل: ما هي القداسة؟ القداسة هي أن نقترب إلى الله القدوس. موسى قرب من ربنا 40 يوم، اكتسب من ربنا النور بتاع ربنا. فنور موسى كان يشع، الناس تفكر ده نور موسى، ده نور ربنا اللي موسى اكتسبه من وجوده مع ربنا. عشان كده لو قربنا من الله القدوس أصبحنا قديسين، ويشع النور من وجوهنا كما كان يشع النور من وجه موسى، حتى أن برقعا كثيفا لم يستطع أن يخفي هذا النور وأن يخبئه. يبقى من امبارح للنهاردة اتكلمنا عن البركة الرسولية، شركة، موهبة، عطية، ثمار الروح القدس. الأربع حاجات دول: الشركة، الموهبة، العطية، الثمار. شركة الروح القدس، موهبة الروح القدس، عطية الروح القدس، ثمار الروح القدس. فلتكن معي ومعكم جميعاً
يا أبائي وأخوتي، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان، وأرى ظهر الدهور، آمين.